هاي. أهلين ناي. شو عم تعمل؟ عم شوف مواصفات سيارة جديدة، شو بتتحمل تعديلات؟ مجد، أنا كثير مبسوطة كيف قدرت تخلص من قصة لونا. لا هيك كانت لعبة صغيرة وما حبيت إني كفي فيها. مشكي، بدي أسألك شيء بس يعني كنت عم فكر فيه لي فترة. تفضل. إنه هو الطلب شوي محرج، إنه ما بعرف كيف بدي أقول لك إياه. بس ما تقولي لي إنه عندك شيء قصة مثل قصة أختك. لا 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 أبداً، أكيد لا. صراحة كنت عم فكر لي فترة إنه إذا في مجال إني أشتغل عندك، إنه حابة أطلع مصروفي. تعتقد إنه في شيء إلي عندك؟ فينا نلاقي. تكرمي. شو تشربي؟